كأس العالم فيفا قطر في يومها الثاني، حيث يتفوق في هذه الأثناء المنتخب الفرنسي أمام نظيره الإنجليزي بهدف نظيف. أخيرا إخوان بلنا في التلفزيون الجزائري، أخيرا هي آخر مباراة في هذا الدور من أجل افتكاك البطاقة الرابعة للدور نصف النهائي، فيما تأهل المنتخب المغربي إلى الدور ذاته بعد فوزه على نظيره البرتغالي بهدف دون رد. ما خرجت لي ديك دون رد يا خويا بالكشاف، حق الله تقولوا واتي تنخصص. شكرا. والشارع المغربي يصرخ من ولاية انتكاسة حقوقية في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، نكسة بطلها نظام المخزن المنشغل عن أمور الرعية والمضطهد لحقوقهم والأصم عن الإصغاء لمطالبهم. إيش قال؟ كيفاش حقوق الإنسان؟ قلتي؟ نكسة بطلها نظام المخزن المنشغل عن أمور الرعية والمضطهد لحقوقهم. تشمن المغرب كيهضر عليها تخونا هذا؟ تا أين المغرب كتهضر عليها يا خويا؟ ترى المخزن خارج يحتفل معانا الشريف، والمخزن خارج هذا مالو هذا؟ واش تيهضر على شي مغرب حنا ما عايشينش فيه ولا كيفاش؟ من انتصار تأهلنا نعيشو نكسة حقوق إنسان. والشارع المغربي يصرخ من ولاية انتكاسة حقوقية في اليوم العالمي وانتكاسة راه عندك انت، انتكاسة راه عندكم نتوما، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا واقيلا هو اللي اجي مشي اللي كاين داك شعبان لوناكل مدير العام التلفزيون الرسمي الجزائري قال كتراو عليه، علاش؟ حيت نقل خبر ديال التأهل. يلا هو قال انتكاسة، قالوا انتكاسة وتراو عليه وقال مبروك المصيبة كحلة، لا حول ولا قوة إلا بالله. خويا كنتو عارفين شي مغرب حنا ما عارفينوش، الله أعلم. أخويا حنا زاهيين ناشطين وبخير وما خاصنا تا خير والله، لا الحمد لله الحمد لله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الشيء هادشي اللي كيديرو أناحي المجهود ديال بانا، أنا نقول لك كيصيب لي واحد البلا كياكلو هذاك الشيء اللي كيعطي في الشراط بلافا. قول لي يا بدر والله تقول قول لي والله تقول خلينا نصبر فينا الشيء اللي كيديروا دونا مشكله كان غيسمع بلا يقولك شي حاجه غايبه، فهمتي؟ هو كيصاوب لي مسكين وقال سلاطه كيصاوب لي سلاطه صاحبي. ان شاء الله نوصلوا فينا كاملين، غادي نسولوا على هذا البلا والمقادير ضروري اخويا بانو، غتعطي كاع المغاربه كاملين رونالدو كي بعد الاقصاء المغاربه. حبيب اشير لي وكي اشير لي وكي حبيب اشير لي وكي. اللعيبه من هناك اتخضت بقى لما عرفت انه في لعيبه من المنتخب الاول اكاديمية من الاكاديمية دي. هل المعلومه دي صحيحه؟ المعلومه دي صحيحه، ويدل لك ان الموضوع مش صدفه. يعني في 2009 أيوة. من 13 سنة الملك محمد السادس أنشأ أكاديمية الملك محمد السادس في مدينة سلا. نعم. الأكاديمية ديت كانت بتجيب الناشئ، و 13 سنة الملك محمد السادس أنشأ أكاديمية. شوف الفكرة راه ما عارفينهاش بزاف ديال العرب، الفكرة الإخوان راه بدات بالقدم الذهبي في 2004 بدات الفكرة بالقدم الذهبي، قليل الناس اللي غادي يعرفوها. والأكاديمية كانت في 2007 المهم هضروا القدم الذهبي راه كان داز برنامج في التلفازه وكذا، راه هي باش بدات الفكره ديالنا حنايا. والفرق هو انه المغرب دار ملاعب، دار بنيه جهزها باش الدراري يلعبوا كوره، ما عندناش ديك القضيه ديال خلص وكذا، عندك غادي تلعب في رجلك غادي تلعب. مصر دابا لا بغيتي تدخل الاكاديمي خاصك تحط فلوس صحيحه، لا بغيتي تري مع شي فرقه فلوس صحيحه. أكاديمية الملك محمد السادس في مدينة سلا. نعم. الأكاديمية ديت كانت بتجيب الناشئ وتهتم بيهم عشان تعمل لعيبة يقدروا يلعبوا في المنتخبات ويحترفوا عشان يرجعوا يلعبوا في المنتخبات. نعم. وهنزيدك مش شعري بيت يا كابتن شوبير، إن في أربعة من المنتخب الحالي أربعة كانوا بيلعبوا في أكاديمية محمد السادس. مين بقى الأربعة؟ رضا قتناوتي حارس المرمى الثالث المنتخب المغربي وحارس نادي الوداد البيضاوي. هو كان أحد أهم أسباب فوزهم بالبطولة. نايف أكرد
لاعب ويست هام يونايتد خبر ابيض كان بيلعب في الفتح الرباطي وقبلها كان في الاكاديميه. كمان عندك عز الدين اوناحي اللي سجل هدفين في الكره الديمقراطيه. جبت رقم 8 ده منين؟ ده بقى ده ليه قصه. ده بدايته كانت مع الرجاء ثم ذهب للمركز الملك اللي هو أكاديمية الملك محمد السادس ثم بعدها راح طرف في نادي ستراتسبورج وفشل ما وجدش مكان ليه. كان ممكن ببساطة يا يرجع الدوري المغربي يا يروح مثلا في أي دولة تانية ياخد فيها فلوس أكتر. استمر ونزل في الدرجات الأدنى في فرنسا تألق ورجع لنادي أنجي وبقى من المتألقين. ولما شافوا وحيد خليل لوزيتش السنة اللي فات عشان يضمه لأول مرة ما كانش راح يشوفه. هو وكان بيتفرج على الايجابيات. يا خبر ابيض حاجه عظيمه جدا في وسط الملعب من خريج الاكاديميه. مين كمان؟ يوسف النصيري. يوسف النصيري كابتن شوبير بدا في المغرب الفاسي ثم الاكاديميه وانطلق الى الملاعب الاسبانيه. الامر ليس مصدقا. 2018 حمزه منديل الظهير الايسر يعني مسيرته شويه اتاثرت بسبب اصابات برضه من الاكاديميه. فاذا انت بتتكلم الملك بنفسه ملك محمد السادس بنفسه هو اللي جاب مين؟ اللي انت جبته لعيبه من هناك. ما عرفتش شنو قال في الاخر تاع الفيديو ولكن تحياتي لهذا الصحفي عنده معلومات كامله صحيحه. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. المعلومات ديالو كلها صحيحه ما شاء الله. صحفي من الطراز الرفيع. يا شوف انا ماشي غايدتني اللي يربحوا المغاربه ولا غايدتني كريستيانو اللي بقى منا اخر كوب ديما تاعه بصح اللي كثرت عشان هي خاوتي طاحش غادي يهضروا دروك اش غادي يسكتهم خاوتي اش غادي يسكتهم. لا اسمع 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 شو العقليه كي دايره والعقلية كديرة يا رب. أشو على أول منتخب إفريقي وصل دمي في نال وعربي وزد المغرب ويا جدك حنا مشي متكالي في المابا ويا خوتي غادي ما يسكتوش تل دمي في فانتيز ما غنسكتوش إلى يوم الدين حيث نتوما ما تأهلتوش وبقي لدابا ما سكتوش كتسناو الماتش يتعاود مع الكاميرون بقي لدابا وشي قهروك يقول لك مونديال سهل مأهلين بالحظ ديك المرضي مونديال سهل مقصية في البرازيل سباليون الألمان بلجيكا مونديال سهل أوروغواي تا الكاميرون يا خويا فرقعاتك الأبد صاي خوتي إلا قلت أنا ربي وما غير يهدرو. لا بغينا نسولك واحد القضية دابا هاد السيدة اللي كيدوي لو كانت هما بالصح تأهلتو الدوميفينال واش كنتو غتسكتو؟ احتراماتي للشعب الجزائري كامل يعني نكونوا واقعيين. دابا حتى الفرحة لا حرام ما خاصناش نفرحوا امام انا ما غنسكتوش الى يوم الدين الى يوم الدين ما غنسكتوش ان شاء الله. شاف اجيال واجيال وما يهضروا يا خوتي لا لا سينو مساحتهم لعبوا غايه تكتيكمون كانوا بزاف ورا داك الحمار تاع الاونترينير تاع البرتغال كاع شي بنادم مي بون هادي الفوتبول ونستعرف بهم والله غير نستعرف بهم كلعب كلاعبين وكاع نستعرف بهم تكتيكيا خير بون تكنيكمون تاني كانوا ملاح ثم هذه هي يستاهلوا الربحه لاحظت انا شفني غير الدون كيربكا صاحبي هذا ماك اخوتي صح. يا شوف انا ماشي غايد انا ما غنسكتوش وانت غيسكت لك القلب حنيني عب شويه لك. ها كيف قطر كاس العالم يا حبيبي كذاب كاس العالم مباراه المغرب وبلجيكا يا اخي بدون تذكره روح وش صار؟ جينا تجمعنا مع المغاربه عرفت ما عندك تذاكر خلاص بدات المباراه المنتكي شو لهم يتجمعوا جاك واحد قدح من بينهم كذا ويطلع كذا فوق السياج أوح اي قدح كذا عرفت اللي انت اذا تهيت من اخو مع اخوي شو لهم المغاربه بصوت واحد كذا انزل 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 شو هذا ما بيخالف علينا الله يلعن يا ولد شوي يا ولد اشوفهم يا ولد يسوون نفس الحركه كلهم سفوخ تفو انزل سفوخ عرفت شنو هي السفوخ تفو تفو فهمناها ماشي يختفو ماشي سفوختفو يختفو صاحبي يختفو يخرج علينا فهمتي يختفو ماشي سفوختفو ما في هذا تفائل ما في شيء هو المهم انا يا ولد عجبتني الاوضاع واجيك واطلع معهم انزل انا وخالد معي انزل واعطيها تكنيكهم بس ايش سويت عندي اضافات قلت سفوخ تفو شو لو هي على صلعة اللي قدامي شيل المهم يا ولد انا افكر ان اذا قلت سفوخ تفو هذه حقتهم تكنيكهم قلنا ما بيطلع شيء ثري طلع اللي هو بصلعة اللي قدامي معلم اللي وانا طالع وجهي كذا بصلعته شو اللي هو مين اللي تسفل مين اللي تسفل عرفت
العالم انزل انزل لذاك وذا يقول مين تسفل فطلع خالد اسبل اسبل ماشي ويا الزبل وزبل ماشي ازبل وزبل نزل فهمتي تشم الله وزبل دابا حنا كنهضروا دابا بالزربه فهمتي ما فهمتش انا دابا انا فهمت دابا هو واحد طلع قال لك المغاربه كيفاش كيهضروا يقولوا يخطفوا ويخرج علينا هذا وتنزل اصاحبي نزل دابا هو دابا انا فهمت وقعت تما وكيحاول يقلد اللهجه ما خرجش بالتلعبه وهي وروح 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 في دم داخل عليهم من هنا الله يلعن ها كيف سالت كريستيانو هذا 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 بالله عليك في فرنسا 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 الله يحفظوسني مره الله يخليك فرنسا الله يرحم لك والله وش حبيبي والله بالله بثني اكثر من زوجتي والله والله يستاهل يستاهل ابو حلال ابو حلال انجلترا او فرنسا جامبا 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 والله يا احلى واحد في الموندي البرتغال شكرا شكرا صح صحيح عرفوك يا خويا طواس عرفوك كي ياخذ حتى الاخرين واش يقوس عليهم هو كلام صح اللي ياخذ تحيه مغربيه الله جبار الله ايش حكم عليك ابو عياد البس البرتغال ما شفنا شين 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 هاي 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 صار قول لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك اني اسلمت اني اسلمت وانا اشجع المنتخب المغربي شباب اسلمت اكثر من الكفار هذا اجي نفر لينا دوب المغرب راه ما يمكنش صعب اكثر واحد في قطر تفصل حلوه على المغرب وهو دائما بيعمل الموضوع دوت علشان بيتفاد بالموضوع ده بيلبس المنتخب المعاكس وهو متاكد ان هو هيلاقه وهيلبس منتخب المغرب وهو بيشجع المغرب قلبا وقالبا والله انا فاكر في مونديال هو الشخصيه حبيبي حبيبي لقطه جميله الاطفال الصغار يفرحون بفوز منتخب مغربي على البرتغال اوه لقطه زوينه شي الاخوان شي التاثير ديال لي ريزو سوسيو الدري باش كيسجد شي فلان علاش حيت شاف اللعابه كيسجدوا لله كيشكروا الله راه احسن صوره راه هي هذه راه هذه صوره زوينه كتبين انه راه داكشي اللي انت كتقوم به راه الدراري غادي يقلدوه يعني هذه راه صوره هذه خاصها توصل لكل شيء هذه اصاحبي انا الدري شاف المغاربه كيسجدوا حتى هو سجد فوالا فهمتيني يعني راه ولدك انت الا صليتي راه غادي يسجد حداك وهو راه ما عارف والو ولكن الا مشيتي كتشرب غيهز قرعه الزيت حتى هو غيدير بحالك فهمتي انا غيتبعك حتى انت شنو غادير مول الشفنج او طلع رجوله مول الشفنج شفنج فابور شفنج فقط تزيد سير معلم اي شفنج فابور يا خويا اليوم بس دار لهم بانيو او السيد وفا بكلمتوه واش المهم اللي يحط لي شي 4000 حيانا الله حتى ولينا نشوفوا الاجانب كيشجعوا المغرب يشجعوا المغرب اجنبي مع المغرب والعرب مع كريستيانو لا حول ولا قوه الا بالله عشان انا تعجب شي فيديوهات اصاحبي شي عرب بقى فيهم رونالدو وكنقول لك لا رونالدو لا خاص رونالدو يربح المغرب ما غايسكتوش من التطبال واخويا مالكم هذا بعد خمس مرات طيح اسمعوا عصام الشوالي خونا خونا بلجيكا تجاوز كرواتيا والاكثر في النجاح انه المنتخب المغربي مثلا اذا رساله لعصام الشوالي غير باش نعرف واحد الحاجه
رقاع المغاربة كيحبوك كيحبوك أخويا عصام الشوالي. وشكرا بزاف على الافتتاحية التاريخية ديالك في كأس العالم. شكرا. فاجأ كرواتيا، بلجيكا كانت محذرة ولكن أيضا لم تنتصر. إسبانيا كانت عينها على الأسود لأنهم وقفوا كرواتيا وبلجيكا ولكن أزحوهم. البرتغال كانت منتبهة جدا وقرأوا خطة الرقراقي ولكن مرة أخرى الأسود بالروح بالجماعية بالإمكانيات الفردية اللي فما نجحت. أنا جاي ونحكي مع مارسيل ديسايلي باش نكون إن شاء الله في ماتش إنجلترا فرنسا بعد ساعة ونص تقريبا على بين سبورتس حصريا. قال لي كلمة، قال لي ما عمله الأسود شيء خرافي وأسطوري. قلت له علاش مارسيل؟ قال لي لأنه المنتخب المغربي الحقيقة ما كنتش نتصور اليوم على البرتغال على المستوى الذهني على المستوى البدني على مستوى القوة أن يكونوا جاهزين مرة أخرى رغم على الغيابات. المنتخب المغربي ما زال ينجح. السر للرقراقي وأولاد الأسود ورجال المغرب لابد أن نبتعد عن التشبع. الآن ما دام وصلت سيمي فاينل كل شيء جاهز كل شيء ممكن. أنت في الله. أرضك إن شاء الله يا رب معنا الله بين شعوبك الكلنا وراك وإن شاء الله يوم 18 في عيد وطن قطر سيكون عيد لأوطان العرب إن شاء الله. تحياتي الأحسن معلق في العالم سي عصام الشوالي. تحياتي الأحسن معلق في العالم وكنتمنوا أنه نسمعوا التعليق ديالك على الماتش. فل مساء الجمال مساء العسل كل حاجة حلوة شكلكم حلو النهاردة أتمنى أكون بشارككم نفس الأمور. الحقيقة أن فعلا زي ما بيقال مش هذا لا يحدث كل يوم هذا لا يحدث كل عقد كل قرن هذا لم يحدث منذ بداية كل أسكم بسمتوا على الإخوان بواسطة منتخب المغرب أفضل جيل في تاريخ الوطن العربي في تاريخ قارة الحمد لله ما شاء الله وصل بمستوى الطموحات إلى درجة ما حدش كان يتخيلها. والحقيقة أن الفريق ده لما تاخد الأمور وتبص وراه شوية هتلاقي أن جزء كبير منه خارج من الأندية المغربية. في لعيبة زي أناحي وزي نصيري خارجين من أكاديمية محمد السادس. بالمناسبة المنتخب النسائي للمغرب تأهل لأول مرة في تاريخ قارة أفريقيا للمونديال. فالأمور ما جاتش بالصدفة مش بس نتيجة اللعيبة اللي اتولدوا في أوروبا بل مكملين ليهم اللعيبة اللي تأسسوا واللي نشأوا في المغرب عشان يوصلونا للنقطة الحالية اللي احنا لسه لغاية دلوقتي مش قادرين نلاقي لها لقب مش قادرين نطلع لها مسمى. لكن اللي احنا متأكدين منه ان ده اعظم جيل في تاريخ افريقيا اعظم جيل في تاريخ الوطن العربي وان وليد الركراكي مش دخل التاريخ وقرب يخرج من ناحية تانية قرب يخرج من ناحية تانية الحقيقة شيء عظيم جدا جدا جدا. شكرا النهاردة كان التعليقات زوينين هم لعبوا امام مرشح ثم مرشح ثم مرشح ثم مرشح ثم مرشح. النهاردة بيلعبوا المباراة خط الدفاع ما فيهوش غير لاعب واحد بس انهوا المباراة لاعب واحد بس من اللي بدأ سايس اصابة مزراوي إصابة نايف أكرد إصابة ما فيش غير حكيمي المتبقي من خط الدفاع وتوا إصابة لكن مهما كان الإصابات اللي بيخرج اللي بيدخل الفرقة هي الفرقة ما شاء الله. نيجي نتكلم تكتيكان هنحكي كتير لأن الفريق ده مش بس روح مش بس عزيمة فيه مدرب ومدرب كبير الحمد لله فل. I'm looking at Ronaldo crying. No way bro. Are you serious bro? لا يسمح لنا يا اوه برنو I'm looking at Ronaldo crying. No way bro. من القدس تحية من القدس على المغرب ورفع في القدس للمغرب العربية للمغرب العربية من المغرب تحية إخوانا فلسطين وتحية القدس عاصمة فلسطين قافية الصراحة وقسموا قسموا بالله صعب الزمان قافية بزاف لا هو صراحة قافية لكن تأخذك الخمس قطع قافية الصراحة وقسموا قسموا بالله صعب الزمان قافية بزاف شو بالروج ولا لا فهمتي لا بقافية نحت آخر مونديال لي ولكن أخوي يبكي هو من بكي وحنا فهمتي وتميسي إن شاء الله باش غندي وحنا لك صراحة يبقى فينا ولكن أخوي راه راه هو عنده رد القاب حنا بغينا لك كويس راه ما عندوش نجمات حنا بغينا نجمه ها نجي ما زوينه نمشي نشري شي كاس العالم ان شاء الله ملي غادي وغنعلقوا هنا نمشي ونشري توني عرفتي شنو غادي توصل 2030 ويقولك اخيرا المغاربه دخلوا للديور ديالهم حبسوا شويه الاحتفالات باش يستعدوا للمونديال القادم غيبقاو احتفالات سنوات ان شاء الله باذن الله الواحد القهار ان شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله يحفظ وليداتنا يا رب.
راجل خويا الصابيري فنان اخويا عزيتو مجمع النخيل ببغداد اجمل مكان شوف به اللعب. تحياتي الناس العراق. شوف راه ما معناش غير المغاربه بوحدهم، العالم كامل معنا ان شاء الله، وغربحوا فرنسا ان شاء الله باذن الله باذن الله ان شاء الله. تامر حسني بسمع المغرب هيديروا كل حاجه هكما دي. او تامر حسني توقع البيت قبل ما يتمارك، قال لها دابا غتماركي المغرب دابا. بركاتك يا عم تامر، مالك التوقعات؟ المغرب هيجيبوا انت كيفاش عرفتي غادي يتمارك هذا؟ وناحي ما شاء الله زياش بوفال بيش باقي عاقل عليا اخويا وناحي غطي عليه وغادي ترجع عاوتاني عطية الله ما شاء الله نصيري بو 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 ناري يا اخويا تحس بك الحماس حي الله تبارك عاوتاني وعاق الله الله يبارك فيك يا فنان بركاتك يا شيخ بركاتك يا شيخ خونا قمار خطيرة هكا نضحكو هكا نضحكو هكا نضحكو يلا صافي راه التأهل يلا تبوريشة يا خويا وحق الله ديك الغوطة تبوريسه والله يدي هي حركته يا خويا والله لا يدي كامله محروقه راسك هو يجي تا مش علاش فيهم العافيه ذاك النهار هذا اللي هو شي اخرى اللي هرب بكرسي خونا اللي طاح هو تاكلاه اللقطه اللي كانت تاكل فيها خونا ها هو غيتاكله ها هو طاح واحد غادي يجي غيفرش الرايه هنا غيصلي عقل عليهم واحد خيتي صورتهم من هنا ها هو ها دابا شتي علاش القهوة بسبعين درهم؟ ها كرسي بشا شوف علاش القهوة بسبعين درهم؟ ها هو كرسي بشا باقي عاد يسول عليه مشا الكرسي بشا فرحة الأب بالفوز دموعك غالية يا عمي الله يعطيك الصحة انتوا ما عارفينش الاخوان القيمه ديال هذا التاهل اجيال كانت كتسنى تشوف شي منتخب بحال هكا صح الله يرزقك الصحه والعافيه والبركه في العمر ان شاء الله هدف المغرب والله شكرا برازيل برازيل فرع العرب برازيل العرب قعد لا ولكن عرفتي كيتيبان من هنا تا تيبان بيت اخا يسمح ليا اش يبان بيت اخي تنصيري ما شاء الله شوف شوف تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله باش تبكي رونالدو خاصك فرج نساء والاطفال الكبير والصغير خدمة الساعة تحياتي وصل الاطلس شوف المغربيات الاصيلات مسورات ما شاء الله دابا ها انت الغالبيه ديال النساء واحد يكون غادي كتقول بحال موكا تبقى تلقى اللهم صل عليك رسول الله اللهم صل عليك رسول الله اللهم صل عليك رسول الله كتصلي على الحبيب اصاحبي بلا ما كتحس وتقول يا ربي تحفظ يا ربي تحفظ يا ربي تحفظ يا لطيف يا لطيف يا لطيف واسمع الله الحسن وكنصلي على الحبيب الحمد لله مشينا وغاش ربي ما يسالش عنا ما يمكنش رونالدو يذهب اثمان على لاعب مغربي سقط بداعي الاصابه ورا سايس اش من داعي الاصابه راك لاها تقولك علاش كتحتارمو الدون علاش كتحتارمو تاريخ هذا راه اسطوره اصاحبي
هذاك احمق على البرتغال اكثر من البرتغاليين هذا. هضرنا معك زويرة غتلاقى مع كريستيانو في المطار مالك. واصلا هذا هو سبب الخسارة، نهار جاي تفرج في البرتغال تقساو. سير غاسك مع غاب وحدك. جماهير ليبيا بنغازي، آخر لحظات المغرب فخر العرب. الله يخليك. قول وشل فمك. كل الشكر ومحبة الإخوة ديالنا في ليبيا. شوفوا اللقطة الأخيرة. هاي نشوفوا هنا. هنا في غير صفر. يلا 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 يلا. منورين والله إلا منورين بالله. لاس كنا اللقطة الأخيرة أخويا. هنا صافرة الحكم. يلا أربيت يلا أربيت صفر يلا. السلام عليكم. دابا عاد وصلنا للعالمية يا جدك، عاد وصلنا للعالمية دابا. وين يا صاحبي عينيا كيدمعوا يا صاحبي فهاد اللقطات هادو. شي فرات قوي الشعب اللي فوز المنتخب المغربي على البرتغال. شو يا صديقي شو 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 حبابنا شو شو شو. الله يسعد قلبكم يا اهل ليبيا، رغم البعد الا انكم اقرب شعب الى قلوب المغاربه. الله يحفظكم الله يحفظكم الله يحفظكم والله يكفوا كفوا. شو الناس في ليبيا كي خارجين يعاودوا المغرب شو شو يا خويا. هاد الكاس بينات حبابنا ديال بصح فريق عربي ريتو عبر التاريخ. على الاطلاق، لانه لماذا؟ شوف مع شكون لعب. راهو فما معطيات موضوعيه. الفريق المغربي اليوم وصل للعالميه. الحمد لله. راهو من احسن 8 فرق في العالم. راهي ارقام مدهشه. راهو من احسن 8 بالنسبه لي انا، هذا احسن فريق عربي عبر التاريخ. لا على مستوى وصوله للربع النهائي، لا على مستوى الاداء، على مستوى الاسماء، على مستوى الروح، على مستوى المنافسين عم ضدهم، على مستوى النتائج. 4 مقابلات مع 4 فرق، 3 كبار برشا، وكندا اللي هي نصف الباس كما نقولوا احنا. قبل هدف بالنيران صديقه. ناي فكره ده كرواتيا. هنا كرواتيا اليوم نص نهائي، ريت وسط ميدان كرواتيا، هذه وسط ميدان كرواتيا يفرق ملعب 9 يعني. اللي صار ما هو صدفه، اللي صار مش صدفه. لان ديما احنا نقولوا اي حاجه نحققوها نقولوا صدفه. ما خاطر عندنا مركب، احنا عندنا مركب نقص. احنا العرب عندنا مركب نقص. الحمد لله الله يرحم الوالدين. والله يدركي والله بالزهر والله بالعطرشيه والله لا لا باستحقاق. باستحقاق علاه؟ تفرجنا شفنا. واليوم اليوم زوز مقابلات نتاع اليوم يعطيو نفس للمغرب، لانه الزوز مقابلات نتاع اليوم سعري قبل التعلم من عدم كرواتيا العالم الكل حطتها خاسر. العالم الكل واضح مش حطتها خاسر، العالم الكل يحبها تخسر لانه
كل شيء عاق يا اخو، كل شيء عاق يا اخو، بالمسمنه مسمنه المسمنه. حلقه الاخيره في كره القدم، باكستان رياكين تمرق رجوله، باكستان رجوله. Thank you so much for supporting us. ولا غالب إلا الله. ديما مغرب. خلوها 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 خلوها. خلوها خلوها. السلام عليكم فينيسيو. الان يلعبوا كاس اريدو، كانوا يلعبوا دوك حبس الشامبيون. ايوا انت يا في الجزائر يلعبوا كاس رقيدو رقيدو، هذا الشامبيون اللي كان في الجزائر نتاع. لا لا اريدو والله يلعب بن الشيخ، رجل واقعي وخلوق والله. مليش كاس كاس اريدو ولا انا اريد كانوا يلعبوا دوك حبس الشامبيون. ايوا انت في الجزائر يلعبوا كاس رقيدو رقيدو، هذا الشامبيون اللي كان في الجزائر نتاع. لا لا اريد كاس رقيدو، لا ماشي شامبيون. Here we are again. Here we are again. البوليس في هولندا فيما كيربح المغرب. Here we are again. Here we are. عزيزو صبروا معنا حتى نديو ان شاء الله الكاس، صبروا معنا وغادي ترتاح، اصبر. ضربسي ضربسي اخويا، شوف شوف الطريقه هي غتسد دابا اصاحبي، هادشي ما كاينش في المغرب. اجي تشوف المغرب اصاحبي، عباد الله جيو شوفوا المغرب كي تيولي اصاحبي. اوكي برو، هذا واش مغربي صاحبي؟ واش انت مغربي؟ ما يمكنش صاحبي مغربي. اوه ما كنتش عارفه. والله ما كنت عارف هذا مغربي، بالله خونا طلع مغربي. وليت عزيزة ليا دابا بالروج، ولا ولا عزيزة ليا دابا متبعو انايا، ولكن دابا نتأكد انا مغربي. والله وليت خويا دابا، والله تا خويا برا. زوجة اشرف حكيمي تنكد على الفرحة، تقول لفيت الملعب كامل، اخر ناس جيت انا. شوفوا اشرف حكيمي حتى ملامح وجهه تغيرت. يا اخي ما ينفع يا اخي، يفرح بعدين 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 في البيت، في البيت النكد يا اخي ما يصلح. هذا المقطع زوجة اشرف حكيمي تنكد على الفرحة، تقول لفيت الملعب كامل، آخر ناس جيت أنا. شوفوا شخص حوجه تغيرت. يا أخي ما يبقى يا أخي، يا خليه يفرح بعدين بعدين بعدين. يا باش تفهمتي يا أخوي شنو قلت؟ آني 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 أخوي. السلام عليكم وكيف الحال؟ شايف فيديو في التيك توك قبل شوي، أقل ما يقال عن صاحب هذا الفيديو إنه تجلت السفالة والوقاحة في أسمى معانيها في هذا. لا يوريك يعني تدل على فعلا في ناس عبيد للشهرة ويغردون خارج السرب من أجل استجلاب المشاهدات والضوء واستجلاب التعليقات للفيديو ماله. أنت جالس تتكلم على منتخب المغرب اللي قدم أداء أسطوري في كاس العالم، هذا أفرح العرب والمسلمين بطريقة لم يفرحوا من فترة طويلة مجتمعين بهذه الطريقة، تتكلم عليهم بهذه الطريقة؟ يا منتخب الطاجين ما بتفوزون على فرنسا لأن فرنسا محتلينكم. يا أخي ما هذه الوقاحة والسفالة اللي 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 جرتك أنك تغرد وتتكلم بهذه الطريقة الوقحة؟ أسفت لي الفيديو، أنا عجبك فيه والله، أنا عجبك بالله. في التيك توك قبل شوي منتخب طاجين صح هذا الفيديو
ودي 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 من شغف طازين فرنسا مستعمرانا جبنا استقلال ديالنا بيدينا وبعزنا حتى واحد ما كيحكم فينا. تجلت جيب لي جيب لي انا عطاك انا التاريخ ديالو كامل في هذا جيبوا لي لبسوا سروال الله يجلبسوا سروال برا في ناس عبيد للشهره. ارجنتين ولا هولندا؟ أرجلتين كرواتيا ولا البرازيل؟ كورياتا طيب فرنسا ولا انجلترا؟ فرنسا معلم. مغرب ولا برتغال؟ المغرب واو. أرجنتين ولا كرواتيا؟ أرجنتين مغرب ولا فرنسا؟ مغرب أولي مغرب طيب النهائية بين الأرجنتين والمغرب مين راح يفوز؟ مغرب أرجنتين. الرياكشن ديال القجاع تخجاكم بالله شكون فيكم شاف الرياكشن ديال رئيس ديال الفيفا؟ رئيس ديال الفيفا راه ما بغاش المغرب يتأهل الإخوان بانت من ردة الفعل ديالو كان باغي نهائي البرتغال والأرجنتين. شو رئيس الكاف كتعنق القجاع شو رئيس فيفا والله ما عجبو الحال بالله ما عجبوش الحال صاحبي يعني الله يحفظ الإخوان لا تولي شي 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 كارثة تحكيمية في الماتش الجاي والله الله يسر وصافي ماتش رونالدو هذيك اللقطه كانت شويه صعيبه بالروج ولا لقطه باش كنخرج يبكي احترام شي جميع كانت شويه صعيب كنشوف اسطوره خارجه صاحبي نهايه المسيره ديالو بحال اللقطه ديال زيدان باش نضح خونا في 2006 وخرج بجنب الكاس فهمتي غير هو الفرق انه زيدان كان رفع الكاس في 98 اللي كانت شويه صعيب. In the World Cup, Morocco are currently shocking the whole planet. Basically, no one even predicted them to even advance out of this group. What happened? They topped the group undefeated. Knocking out number 2 in the FIFA rankings, Belgium. Then in the round of 16, though, Spain. They have 99% possession, beat Costa Rica 7-0, best young talents in the world. Morocco doesn't care. Didn't let Spain create anything dangerous. Went to pens where they completely destroyed the Spaniards. And now the next big shock. Portugal, a team so stacked with superstars that they can just leave Cristiano Ronaldo on the bench. Morocco didn't care. And Nesiri's goal in the first half was enough to knock Portugal out. And now Morocco are the first African nation ever in the World Cup semifinals. And the first nation ever to only concede one goal in the first five games. And that was even an own goal. So no opponent has scored on them yet. At this point, I'm gonna say Morocco can beat anyone. And if they go all the way, it will be the craziest World Cup story ever. إن شاء الله بإذن الله. هيا الإخوان ردة الفعل رئيس ديال الفيفا شو ما عجبوش الحال. يا أخويا الله يحفظ من شي مجازر تحكيمية غتبدا دابا الكولسة الإخوان. اللهم أعنا ولا تعين علينا اللهم امكر لنا ولا تنكر علينا يا رب العالمين يا ربي تحفظ وصافي. المهم نديروا النية وصافي.